وللحديث عن الذكرى العشرين لتأسيس هيئة علماء المسلمين في العراق والتحديات التي تواجهها وتواجه الواقع العراقي على كافة الأصعدة، معنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني عبر الخط الهاتفي، وعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. مرحبا بكما معنا دكتور يحيى ودكتور عبد الحميد. أهلا وسهلا. نبدأ معك دكتور عبد الحميد في الذكرى العشرين لتأسيس هيئة علماء المسلمين، إلى أي مدى نجحت الهيئة في أن تكون المظلة الكبرى لمشروع مناهضة الاحتلال الأمريكي والإيراني والمحافظة على ذلك رغم كل الإغراءات والتحديات التي واجهتها على مدار عقدين من الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك ولجميع المشاهدين الكرام وللأستاذ يحيى معنا في هذه المداخلة. الحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالثبات حتى هذه الساعة، ثبات في مواقفنا التي انطلقت من رؤية سديدة قد صدقها الواقع، والسنوات أثبتت هذه الرؤية والتي كانت مبنية على حقائق وطنية وليست منطلق المصالح ولا سيما المصالح الحزبية التي مال إليها العديد من الأشخاص للأسف في أول الأمر أو خلال هذه المسيرة الطويلة. وهذا الثبات الحمد لله انعكس كذلك على كثير من التيارات أو القوى الوطنية التي لا تزال معنا في ذات الخندق وعلى ذات الطريق، والتي استطاعنا وإياهم أن نبلور هذا العمل، عمل الوطني ضمن مشاريع متعددة وآخرها مشروع الميثاق الوطني الذي يمثله الأستاذ يحيى السنبل كما ذكرتم في بداية الحديث. فهذا الثبات وهذه الرؤية الحمد لله نحن نرى أنه بعد هذه السنوات الطويلة نجدها اليوم متجسدة في العديد من شرائح أبناء شعبنا العراقي الذي يزداد وعيه يوما بعد آخر، ونجده يرفع ذات الشعارات التي قد رفعناها وذكرناها في بداية الاحتلال. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على صدق المسيرة وصدق الرؤية، ونسأل الله تعالى أن يكلل الجهود جميعا بنصر من عنده وخلاص للعراق وأهله إن شاء الله. سيد يحيى، كيف تنظر القوى المناهضة للاحتلال لدور الهيئة وضبط البوصلة باتجاه عراق لجميع العراقيين وتمثيل الحقيقي لنبض الشارع العراقي من ناحية أخرى؟ أحييك وأحيي ضيفك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين. جاء تأسيس هيئة علماء المسلمين في ظل ظروف عصيبة، وبدل أن تتخذ فقط المسار الشرعي لأنها تضم نخبة طيبة من علمائنا الأجلاء، وكان يتقدمهم فضيلة الشيخ المغفور له الشيخ الدكتور حارث الضاري طيب الله ثراه وتغمده بواسع رحمته، إلا إنها تحملت مسؤوليتها السياسية تجاه ما جرى من احتلال على شعبنا وما قام به هذا الاحتلال من عمليات تدمير وتخريب، بل إلى عملية محو الهوية الوطنية العراقية ومسح حتى الدولة العراقية من خلال حل مؤسساتها. لذلك تحولت هيئة علماء المسلمين إلى مظلة وطنية لكل القوى الوطنية من جميع الأطياف العراقية التي كانت تتردد على مقر الهيئة في ذلك الوقت، وأصبحت هي الصوت الهادر، صوت الحق الذي يمثل الشعب العراقي بكل أطيافه بوجه الاحتلال ومشاريعه. لذلك استشرفت هيئة علماء المسلمين ما وصل إليه حال البلاد اليوم بعد 20 عاما، وكانت تؤكد الهيئة على نقطة مهمة على جدولة انسحاب القوات الأمريكية التي كانت تعارضها كل الأبواق التي جاءت مع هذا الاحتلال، وتقف ضد عملية جدولة الاحتلال إلى بعد أكثر من 2 أو 3 سنين حتى عادت هذه الكتل السياسية العميلة لتطلب جدولة الانسحاب
مما يؤكد على صواب رؤية هيئة علماء المسلمين، والتي ما زالت رؤيتها ثاقبة للأوضاع العراقية ورغم ما قدم لها من مغريات، حتى إن سفير الاحتلال في وقته جاء راضخا لهيئة علماء المسلمين ليطلب أو ليقدم مغرياته لتكون هيئة علماء المسلمين لتشارك في هذه العملية السياسية المقيتة التي أوصلت العراق إلى الدمار والخراب. لذلك فإن كل القوى الوطنية المناهضة للاحتلال تجد في هيئة علماء المسلمين هي الموجه الشرعي والسياسي الحقيقي المعبر والنابض عن حقوق ومشاعر جماهير شعبنا في التخلص من هذا الاحتلال ومن أدواته الخيانية العميلة. نعم دكتور عبد الحميد، سيد يحيى ذكر موضوع الاستشراف المبكر للهيئة، ودعنا هنا نتساءل ماذا يعني ذلك الاستشراف المبكر للهيئة لخطورة المشروع، مشروع الاحتلال، وهذا التطابق بالرؤية مع مطالب الشارع العراقي المنتفض في وجه العملية السياسية والتي تجلت انتفاضته في ثورة تشرين من عام 2019 وبقيت آثارها تتراكم يوما بعد آخر حتى الآن. نعم، هذا الاستشراف المبكر هو لم يأتي من فراغهم ولم يكن مبنيا على الخيال أو على التوهم ولا حتى على احتمالات، وإنما كان مبنيا على وقائع، لأن الاحتلال حينما جاء للعراق كانت خطته ومشاريعه، خاصة المشاريع الأساسية، هي واضحة ومعلنة ولا يحتاج إلى مزيد ذكاء كما يقال لتفسيرها. الاحتلال لا يأتي إلى بلد إلا بالمشاريع التي يريدها، والمشاريع التي جاء بها وهي العملية السياسية قد بناها على أسس مفضوحة من الفساد والتي لا يمكن أن يقبل بها وطني، فهي متناقضة تناقضا كليا مع الأسس الوطنية، ولا سيما أنها تعتمد على أمرين اثنين. الأمر الأول أنها عملية، العملية السياسية أنها بنيت على الاختيار من قبل هذا الاحتلال، فهي عملية منصبة بشخوصها ومعينة بشخوصها، والشخوص هؤلاء الذين يمثلون هذه العملية تم اختيارهم بناء على التوافق والتعامل المخابراتي المسبق، والذين جميعا الذين يمثلون هذه العملية السياسية في البداية جميعهم كانوا قد وافقوا ووقعوا على الاحتلال وغزو العراقي، ومن التحق بهذه العملية لاحقا فإنه قد وافق على ذات الشروط. هذا الأمر الأول، وهو الاختيار الذي يتناقض حتى مع مبدئهم الذي يسمى بالديمقراطية. الأمر الثاني وهو قضية المحاصصات الطائفية، والتي زاد من سوءها أنها بنيت على نسب وأرقاب لا تتناسب مع الواقع العراقي، ولذلك نجد أن نتائج هذا الاستشراف قد مال إليه اليوم وينادي به ويقتدع به ويصرح به العديد من أبناء الشعب العراقي. لا أتحدث عن القوى الوطنية التي سارت معنا في الطريق منذ البداية وساندتنا وساندناها، وإنما نتكلم عن الشارع العراقي الذي قد وصل إلى ذات النتيجة، وهذا بحد ذاته يدلل على أن توفيق الله سبحانه وتعالى لنا كان منذ البداية، فنحمده على ذلك، ودائما نحن نتوكل عليه في صوابية الرؤية وفي التسديد للتنفيذ. نعم دكتور يحيى، ثبات الهيئة على مواقفها إلى أي مدى ساهم في تشكيل أرضية قوية ترفض مخرجات العملية السياسية التي أنتجها الاحتلال؟ وهذا الرفض منذ البداية حتى اليوم شكل قاعدة كبيرة، الآن بدأت يعني تتعاظم يوما بعد آخر وتتمثل بثورات وانتفاضات للشارع العراقي يرفع فيها نفس الشعارات والمطالبات التي رفعتها الهيئة منذ اللحظة الأولى. أخي الكريم، الهيئة انطلقت من قضية شرعية وهي مواجهة الاحتلال، وكما قال الأخ العزيز الضيف الكريم أن الاحتلال لا يأتي بخير في أي دولة جرى عليها الاحتلال، وإنما يأتي من أجل تمزيق النسيج الاجتماعي
ويأتي من أجل تنفيذ مخططات لصالحه، وسيجد من هؤلاء الخونة الذين جاءوا معه وفي ركاب دباباته ما من ينفذ له هذه الأجندة. لذلك فهيئة علماء المسلمين عندما رفعت شعاراتها التي تلامس مشاعر الجماهير العراقية بكل أطيافها، قد وصلت إلى الهدف المنشود، وقد بنت القاعدة الصلبة التي أخذ الشارع العراقي بعد أن كشف زيف الاحتلال وأدواته الخيانية التي كانت تعد الشعب العراقي بحياة رفاهية وبديمقراطية وبكذا، فإذا هي ديمقراطية الدم وديمقراطية القتل وديمقراطية الفساد ونهب الثروات وتمزيق البلاد، وأصبح القرار السيادي العراقي بيد المحتلين على اختلاف أجناسهم وأصنافهم، وأصبحت العراق مفتوحة لكل مكاتب مخابرات دول العالم. لذلك أصبح العراق بلا سيادة، وأصبحت هذه الحكومات المتعاقبة بلا إرادة. تحول هذا الشارع العراقي واستكشف بأن الشعارات الحقيقية كانت ترفعها هيئة علماء المسلمين الذي تبنت منذ اليوم الأول لانطلاقتها مواجهة الاحتلال والتعبير عن غضب الشعب العراقي والسير في مواجهة هذا الاحتلال وأدواته، وما زالت على هذا النهج، ومعها كل القوى الوطنية الشريفة التي تسعى لتحرير العراق ولخلاص شعبه من الاحتلال ومن هذه الأحزاب الخيانية التي دمرت البلاد وحاولت إشعال الحروب الأهلية لعدة مرات ما بين مكونات الشعب العراقي. نعم، انقطع الاتصال على ما يبدو، لكن هيئة علماء الوطنية معها لم تتلق قرارات طائفية. أشكرك. نعم. أشكرك على هذه الإضافة. دكتور عبد الحميد، ماذا يعني فشل كل محاولات الافتراء على الهيئة، لا سيما مع فشل كل الانتخابات منذ عام 2004 بإيجاد تغيير حقيقي في العراق؟ بينما كان يفترى على الهيئة، كانت الأيام تثبت بأن هذه الافتراءات لم تنجح، وبأن ما تزعمه أو تدعيه الهيئة تجاه أصحاب مشروع العملية السياسية هو حقيقي وواقعي في المقابل من فشل الانتخابات، وهم غير قادرين على النهوض بدولة لكل العراقيين، دولة حقيقية قوية. نعم، بالأساس هذه الافتراءات قد تصدى لها أو صدرت من عدة جهات، هي كلها تجمعها العملية أو مصلحة العملية السياسية والضوضاء. فقسم منهم كان يريد أن من الهيئة أن تتلوث مثل ما تلوثوهم حتى يكون لذلك مبرر، حتى يكون لعملهم مبرر ولدخولهم في العملية السياسية مبرر، حتى يقولوا أننا لسنا وحدنا من تلوثنا، لأنه قد ثبت بالأيام خطأ ما أعلنوه من ادعائهم بالاجتهاد وأنهم يريدون تحقيق المصالح، وثبت فشلهم حتى في قضية الأداء العمل السياسي. الجانب الآخر وهم القائمين على المشروع، وهو نقصد به الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني وأدوات هذا الاحتلال من عملائه، فهؤلاء كانوا يصرون ويريدون بقوة، ولا يزالوا إلى هذه اللحظة يريدون من الهيئة أن تنخرط في هذا العمل السياسي، لأنهم عرفوا حجب هذا الصوت المناهض، لأنهم لا يريدون لأي صوت مهما كبر أو صغر، لأنهم يعرفون أن صوت الحق سيحرك المشاعر الحقيقية الوطنية لدى الشارع العراقي ومهما طال زمن الاحتلال. لذلك سعوا بكل ما أوتوا من قوة، سواء كان عبر الافتراءات التي نشروها بوسائل متعددة، أو عبر الإغراءات التي قدموها للهيئة عبر السنين طويلة ولا يزالون يقدمونها، ليريدوا يعني ساعين من الهيئة أن حاشها وحاش القوى الوطنية الأخرى أن تستكين وتكسر لواء المقاومة والمناخضة لهذا المشروع الاحتلالي. نحن بعون الله تعالى وبقدرته نسأله ونتوكل عليه أن نبقى ثابتين على هذا المنهج، ونعاهد الله سبحانه وتعالى أولا، ونعاهد جميع من ترك هذه المسيرة الذي سار إلى ربه من الشهداء الذين قدمتهم
الهيئة، سواء الذين استشهدوا وفقدوا حياتهم في مواجهة مع الاحتلال أثناء العديد من العمليات، أو في سجون عملاء الاحتلال بالاعتقال أو في الغربة. وهنا نستذكر أيضا فضيلة الشيخ حارث الضار رحمه الله تعالى وغيره الذين قدموا حياتهم ثمنا لهذا الجهاد، نسأل الله تعالى أن إن شاء الله. دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين كنت معنا، وشكرا دكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا لكما.